بضاعة من الطن 12000 جنيه ب 13000 جنيه، ده ظل خامة بلاستيك. 5 جنيه بتاعت البلاستيك تشغلها ب 14 جنيه بتبيعه جملة، تمام، بقى ب 15 جنيه. وفي نفس الوقت أنت السعر يعني السوق زي ما أنت شايف السوق مريح. مفيش مجال يعني فيه. فاهمني إن 1000 جنيه دي لما تزيد معاك في الطن في الشغل بتزعلك. غير الكهرباء، غير 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 زي ما أنت فاهم المصاريف اللي عندك. العامل العمالة نفس النظام. يعني أنت ال 1000 جنيه دي كنت أنت بتكسبها فيه، تمام؟ في الرفعة دي خسرتك. خسرتك يعني انت لما بتبص لها قدام 1000 جنيه، لما يزيد 1000 جنيه مره واحده حرام، حرام عليا. والمستهلك انت في السوق نفسه، تمام، مش يعني مش مستوعب معاك الزياده دي. لو تبص لها مفيش دخل، مفيش لا اجيب حاجه استوردها بيأثر معايا فين؟ لما ادخلها مصر، ادخل مصر بتدفع بالدولار، ما فيش شغل، مفيش شغل في مصر. الدولار ينزل تبقى عندي السلعة مثلا شاريها مثلا ب 10 قروش بقى سعرها 9 ولا 8، مش هبيع عندي شهر ولا حاجة ما ببيعش. معنى كده انا مش هبيع بخسارة. اه طبعا الدولار انت عارف كده بتاعت الدولار ال اي حاجة هنجيبها، قطع غيار، فلتر، اي حاجة تقريبا زادت 30%، تقريبا زادت 30%. فطبعا برضو القوة الشرائية بقت غير الاول، واللي بيبيع مش عايز يبيع، المستورد نفسه مش عايز يطلع بضاعه لان خايف ان كل يوم سعر الدولار عمال يزيد، يقول لك تزيد وهي في المخزن عندي. يعني الدولار البضاعه تزيد وهي عندي، بدل ما اروح اجيب وبعدين اجيب بسعر اعلى ابيع وبجيب بسعر اعلى، فما بيرضاش يبيع.